بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان وصية لمغترب لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم في بداية هذا المجلس المبارك أن يجزي من تسبب فيه خير الجزاء، وأن يشكر مسعى الجميع، وأن يجعل القول خالصا لوجهه والعمل موجبا لمحبته ومرضاته. أيها الأحبة في الله، إن المؤمن كلما بعد زمانه عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزمانه، كلما عظمت غربته واشتدت فتنته ومحنته وبليته. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. بدأ هذا الدين غريبا، بدأ بداعية إلى الله ورسول أحبه الله، فحمل أعباء الرسالة وقام بواجبات الأمانة، فبلغ الرسالة على أتم الوجوه وأكملها، وأدى الأمانة على أتم الوجوه وأكملها، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. بدأ به هذا الدين ثم انتشر بين الخلق والعالمين، فاستضاءت به الأنوار في المشارق والمغارب، ففتح الله به القلوب وشنف به الأسماع وطهر به الجوارح من أدناس الجاهلية وأدران الشرك والوثنية، وصاغ العباد بالطاعة والعبودية والحنيفية. وما زال هذا الدين يسطع نوره وتشرق تلك الأنوار وتشرق تلك الأنوار على مشارق الأرض ومغاربها، حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ. ثم بدأت الفتن والمحن والويلات والآهات وغير ذلك من النكبات والفجائع المبكيات، حتى فرقت شمل المسلمين وقوضت معالم الدين، وأصبح العبد في غربة عن رسالة سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. بدأت هذه الغربة، فضعف المسلمون من بعد قوة، وتفرقوا من بعد اجتماع، وخارت قواهم، وتشتتت أذهانهم وأفكارهم، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، والله غالب على أمره. ولكن كثيرا من الناس يجهلون ذلك ولا يعلمون بحكمة الله التي هي من وراء ذلك. إن المسلم كلما بعد زمانه عن الوحي يحتاج إلى من يثبت قلبه، ويحتاج إلى من يربط ذلك القلب الذي آمن بالله بذلك الوحي النير والصراط المستبين والطريق المبين، حتى يلقى الله جل وعلا وهو راض عنه. لكن تحقيق هذه الأمنية العظيمة وتحقيق هذه الغاية الجليلة الكريمة يحتاج إلى الجد والصدق والإخلاص في العبودية لله عز وجل. وجميع نكبات المسلمين وفجائعهم المبكية المحزنة إنما تعود لسبب واحد هو أساس الأسباب، وهو منشأ الدمار والخراب، ألا وهو البعد عن الدين. فبعد الناس عن دين الله عز وجل بعد عن حياتهم، بعد المسلمين عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو بعد عن سعادتهم، بعد عن عزهم، بعد عن كرامتهم، بعدهم عن خير دينهم ودنياهم وآخرتهم. وأعظم ما وقع للمسلمين من بعد
وأجل وأشد ما وقع منهم الإخلال بالتوحيد، الإخلال بالإيمان بالعقيدة، لما تساهل المسلمون في هذا الأصل العظيم وأصبحت معالم الحنيفية مندثرة منطمسة في ديار كثير من المسلمين، حينئذ سلط الله على العباد أنواع البلاء وأراهم صنوف الشدة واللأواء والعناء، ونسأل الله أن يلطف بالعباد. الإسلام يقوم على الإخلاص، يقوم على رسالة الأنبياء والرسل لا إله إلا الله، والأمة متى عرفت هذه الكلمة وجعلتها نصب عينها فإنها تكون قوية عزيزة مستميتة من أجل الحق وللحق. ولكن إذا ضعفت صلتها بالله فأصبحت في غربة عن هذا الأصل العظيم، وفي حيرة عن تحقيق هذا الهدف الجليل الكريم وهو إخلاص العبودية لله عز وجل، فتح الله عليها أبواب البلاء، وأصبحت مع أعداء الله في كفة واحدة، لأنه لا فرق بين المسلم والكافر إلا بتحقيق هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. وانظر في عصور المسلمين ودهور المؤمنين، فلم تجد عصرا رفعت فيه راية الإسلام وعاشت الأمة فيه بعز وكرامة وسلام إلا وجدتها مؤمنة حقا مخلصة لربها صدقا. ولن تجد عصرا تفرق شملها وتبددت جموعها وخارت قواها إلا وجدتها تستغيث بغير الله وتستجير بأحد عداه، قد تعلقت بغير الله من شهوات وشبهات وملهيات وغير ذلك مما حرم الله عز وجل. فلما نسيت الأمة هذا الأصل العظيم فتح الله عليها أبواب البلاء. السعادة، الفلاح، النجاح، الربح، الصلاح لهذه الأمة القاعدة التي ينبغي أن تشيد، والأساس الذي ينبغي أن يبنى، والدعوة التي ينبغي أن يركز عليها وأن يدعى إليها، هي تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فمتى كانت الأمة على هذا الأصل العظيم صافية عقائدها من الشوائب نقية لربها في النكبات والنوائب، لا تدعو غيره ولا تستجير بأحد عداه، فأنعم بها من أمة. إذا أصبح المؤمن إن أصابته سراء شكر ربه واعترف بالجميل لله لا لأحد سواه، وإن أصابته ضراء نصب وجهه لله لا لأحد سواه، فكيف يكون حاله؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله، هذا الشرط، الإيمان، التوحيد، العقيدة، الجزاء، فهو حسبه، حسبه كافيه وقائم بأمره، وإذا كفى ربك عبدا فكيف يكون حاله؟ كفى بالله، إذا كفى عباده وكفى خلقه فقد كفى أنبياءه ورسله وكفى خيار عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فتكفل الله لمن حقق الإيمان رسلنا، رسلنا بالتوحيد والذين آمنوا، ما قال والناس، والذين آمنوا أهل العقيدة أهل الإيمان، ما قال المسلمون، الذين آمنوا، الذين حققوا هذه الكلمة وطبقوها. فلذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأمة، في توجيهها، في تسديدها، في دلالتها على الخير، تقوم على هذه الكلمة، على لا إله إلا الله. كانت شؤون المسلمين بينهم وبين الله في العقيدة، كانت شؤون المسلمين بينهم وبين الناس بالعقيدة، كانت شؤون المسلمين في السراء في الضراء في الرفعة في المهانة كلها بهذه الكلمة. فكانت شؤونهم بينهم وبين الله عز وجل في لا إله إلا الله. لا يمكن للإنسان أن يصرف شيء، لا يمكن للواحد منهم أن يصرف حقا لله لأحد سواه. فكانت أمورهم بينهم وبين الله صالحة. أما شؤونهم بينهم وبين العباد فكانت بهذه الكلمة، بها يأخذون وبها يعطون وبها يوالون وبها يعادون وبها ينتصرون وبها ينصرون. هذه الكلمة أحبوا بها في الله. وكان إذا لقي الرجل منهم أخاه قال تعال بنا نؤمن ساعة، نؤمن أي الإيمان، عقيدة، توحيد. وكان كل واحد منهم إذا لقي أخاه شد من أزره
لكي يحقق الإيمان، كما قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي بلا إله إلا الله. قال بعض العلماء: الحق هو لا إله إلا الله، وتواصوا بالصبر، أي الصبر على هذا الحق وهو تحقيق هذه الكلمة. فكانت شؤونهم مع الناس بهذه الكلمة، ولما أصبح ميزانهم هو هذه الكلمة قربوا الغريب عنهم بالإيمان وأبعدوا القريب منهم بالكفران. فكان الرجل يعادي أباه ويعادي أمه ويعادي أبناءه ويعادي زوجه وعشيرته من أجل لا إله إلا الله. تهون الدنيا كلها بأسرها إذا مست كرامة هذه الكلمة. وكان الميزان للحب والعداء والبغض والولاء في لا إله إلا الله. كلما وجدت المسلم تدور أشجانه وأحزانه مع هذه الكلمة، كلما وجدته منغمسا في نعيم السعادة الأبدية. وإذا كانت هذه الكلمة لا تسعد صاحبها فمن هو السعيد؟ إنها الكلمة التي عليها قامت السماوات والأرض، وعنها سيكون السؤال، ومن أجلها سيكون السؤال والحساب والعرض، بل من أجلها خلقت الخلائق، ومن أجلها كان الليل والنهار والشمس والقمر والأفلاك، كلها من أجل لا إله إلا الله. فكلما جئنا في أي زمان ننظر إلى مشاكل المسلمين وهمومهم وغمومهم، أول ما ينبغي أن ينصب عليه حديثنا، وأن تلتفت إليه أنظارنا، وأن يعتني به المصلحون، وأن يركز عليه الدعاة المهتدون الموفقون، تحقيق لا إله إلا الله. القرآن 13 سنة وهو في مكة يدعو إليها ويحققها ويغرسها في القلوب، حتى إذا تمكنت هذه الكلمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت معركة بدر وأحد والأحزاب ومواقف الإسلام والكفر. أولا غرس الإيمان، ولذلك الإيمان إذا غرس في القلوب تفجرت ينابيع الحكم وتبددت دياجير الظلم، ووجدت صاحب على ثبات وقوة وإيمان. تجد أهل هذه الكلمة إذا أخلصوا لله عز وجل نالوا بها عز الدنيا والآخرة. هذه الكلمة تطهر القلوب، تزكي الأعمال، تجد صاحبها على أكمل ما أنت رائن من إسلام وصدق، بالإخلاص، بتوحيد الله وإخلاص العمل لله. قال شيخ الإسلام رحمه الله كلمة نفيسة، قال رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه. أي إذا جئت تعبد الله عز وجل فاعلم أن أساس العبادة والديانة هو لا إله إلا الله، الإخلاص، الخلوص والصفاء والنقاء في القلوب لله جل جلاله. فإذا كان الإنسان متعلقا بالله عز وجل طهر قلبه، ولذلك وصف الله الشرك بالدنس وبالقذر: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، اجتنبوه، ابتعدوا عنه، فهو دنس الحس والمعنى. كذلك أيضا تزكو بهذه الكلمة أخلاق المؤمنين، تزكو أخلاقهم، ولذلك تجد الإنسان أعف ما يكون عن حدود الله حينما يمتلئ قلبه بالإيمان بالله عز وجل. الإيمان باليوم الآخر أساس من أساسيات لا إله إلا الله، وهو ركن من أركان الإيمان. الإيمان باليوم الآخر، إذا امتلأ قلب الإنسان إيمانا بالله واليوم الآخر، هل يسرق؟ هل يزني؟ هل يقتل؟ هل يشرب الخمر؟ أبدا. إذا كان الإنسان مشاهد الآخرة بين عينيه وجدته أخوف ما يكون لله وأتقى ما يكون لله. ولذلك تزكو بها الأعمال. وكلما وجدت الإنسان يخل في شهوة أو شبهة فاعلم أن وراء ذلك إخلالا في هذه الكلمة ونقصا في العبودية لله عز وجل، وإلا لو كمل خوفه من الله وخشيته لله وتوحيده لله ما كان منه شيء من ذلك. فالمقصود أنه ينبغي العناية بهذا الأصل، ينبغي غرسه في القلوب والدلالة عليه وتحبيبه إلى النفوس وتقريب القلوب إليه وتقريبه إلى القلوب. ولا شك أنها دعوة الرسل، ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كانت كلمته الأولى: قولوا لا إله إلا الله. ولذلك إذا وجدت الإنسان يحرص عليها وجدته أثبت الناس قلبا وأخلصهم منهجا وأصفاهم مشربا وأكثرهم صدقا في العبودية لله سبحانه وتعالى. العناية بهذا الأصل العظيم. ثم للمسلمين غربة في أخلاقهم وأدابهم وأحكامهم. فأول الغربة التي وقعت للمسلمين غربة العقيدة، ثم بعدها غربة الأحكام،
فتجد الإنسان يصلي كيف يشاء، ولربما تأتي تنصح الرجل تقول له: يا أخي، ما هذا الفعل الذي تفعله في صلاتك؟ يقول: ليس هذا من شأنك، دعني أصلي كيف أشاء. غربة، غربة الأحكام ابتدأت بالصلاة التي هي عماد الدين. فهو يخرج إلى المسجد متى شاء، ويحضر الجماعة إن شاء أو لم يشاء، وكذلك أيضا يخل بطهوره وبغسله وباستنجائه وبغير ذلك مما أوجب الله عز وجل عليه أن يحفظه، وهي أمانة حملها الله عز وجل العبد. ثم غربته في زكاته، فيحرمها الفقراء. والعجيب، قد تجد يزكي، ولكن يزكي كيف يشاء لا كما أمر الله عز وجل. تجد يعطي الزكاة لمن هب ودب، فتقول له: يا أخي، ما هذا الذي تفعل؟ فيقول لك: أفعل ما أشاء، هذا مالي وأنا حر فيه. فتقول له: لا يجوز، ادفعها إلى الفقير إلى المسكين. يقول: لا، هذا مالي وأفعل ما أشاء. فأصبح في غربة من أحكامه، في غربة من صيامه، من حجه، من معاملاته، البيع والشراء، الحلال ما حل في يده والحرام ما لم يحل في تلك اليد، يتبايع كيف يشاء. إذا جئته في أي مسألة من الأحكام تقول له: افعل كذا أو لا تفعل، أو العلماء يقولون لا يجوز أو كذا، يقول: لا، أفعل ما أشاء ولا تحجر علي واسعا. إذن المشكلة الرئيسة في قضايا المسلمين الغربة، غربة العقيدة وغربة الأحكام وغربة الآداب. الإسلام فيه الآداب الكريمة والأخلاق العظيمة التي ملكت بها القلوب، ومن أعظمها وأجلها وأساسها الأمانة، خلق الأمانة. ابحث عن مؤمن أمين قل أن تجد، مسلم أمين قل أن تجد. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقبض الأمانة من القلوب، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يبقى إلا أثرها، كمثل الجمرة إذا دحدرتها على رجلك ما يبقى إلا النفط، كجمر دحرجته على قدمك. فإذا قبضت الأمانة من المسلمين إلا من رحم الله، فتجد يدخل في وظيفة يتساهل في ساعات العمل، يتساهل في أخذ الرشوة، يتساهل في حقوق الناس، يؤخر هذا، يعد هذا ويخلف، وساعات العمل عنده للقيل والقال والزيارات، وكأن مكتب عمله بيته أو مكانه، يفعل فيه ما شاء. لماذا؟ غربة، ما في دين يحكم المسلم في أخلاقه، في تعامله. ولذلك لما أخل بالأمانة حقر حتى في عين عدوه، فترى المسلمين ضائعة أماناتهم، مفرطين في حقوق الناس، لا يبالون بمشاعر الناس. قد يأتي الكبير الشائب الذي وصى النبي صلى الله عليه وسلم باحترامه وإجلاله، فيأتي ذاك المتسمي بالإسلام لا يرحم شيبته ولا يرحم ضعفه، فيرفع عليه صوته ويجهل عليه في الكلام، ويعده الوعود الكاذبة ويمنيه الأمان الباطلة. أين الدين؟ إذن لما آل حال المسلمين إلى هذا، أصبحت أمور المسلمين إلى وبال، وساء لهم الحال، ولا فرق بينهم وبين أعدائهم. بل إن قد تجد بعض الأعداء في بعض الأمور يفوقون المسلمين، فتجد بعض المسلمين يعامل الكفار، فتقول له: لماذا تعاملهم؟ يقول: هؤلاء إذا وعدوا وفوا، وإذا قالوا صدقوا. سبحان الله، نحن أحق بهذا منهم. أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما أتي بكنوز كسرى ووضعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم غطيت، فلما صلى الفجر حتى أن المسجد تلألأ من كثرة الكنوز والأموال، يعني ذهب وجواهر ونفائس، تلألأ المسجد في شدة الظلام من شدة الأموال وكثرة الأموال. فلما دخل عمر إلى صلاة الفجر ورأى ذلك بكى. قالوا: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ قال: إن أناسا أدوا هذا لأمناء، إن أناسا أدوا هذا لأمناء. كان الصحابي يسير على بعيره في الفلوات معه كنوز كسرى، وهو في الفلاة يستطيع أن يسرقها، يستطيع أن ينقص منها، يستطيع أن يذهب بها يمين أو يسار أو يدفنها في مكان، لكن يذكر قوله تعالى: ومن يغلل يأتي يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة، فيخاف الله عز وجل. إذن كانت أداب المسلمين، كان الإسلام عقيدة، حكما من ناحية الأحكام والتعامل والتعاشر، آدابا المسلم بهذه الثلاث الأمور: عقيدة، أحكام، آداب. فإذا لا ننظر إلى أي واقع من المسلمين ومشاكل المسلمين إلا من خلال هذه الثلاث الأمور: العقيدة، الأحكام، الآداب.
وأي مجتمع نريد أن ننظر فيه أو أي مجتمع نريد أن نقيمه وهو يتسمى بالإسلام أيا كان في أي زمان في أي مكان ينبغي أن ينظر إلى هذه الأسس الثلاثة. أين هو من عقيدته؟ انظر إلى كثير من بلاد المسلمين، تدخل إلى بعض مساجدها فتجد المشاهد، تجد القبور يطاف بها كما يطاف ببيت الله عز وجل، ويستغاث بأصحابها كما يستغاث بالله عز وجل، ويستجار بهم كما يستجار بالله أو أشد من ذلك. فأين الإيمان؟ حتى إنك لو دخلت في بعض الأماكن تبكي على الإسلام بين أهله وترثي الإسلام بين حزبه. فلذلك نحن بحاجة إلى إعادة النظر، إعادة النظر في عقائدنا، تصفيتها وتخليصها لربنا ونقائها من الشوائب، إعادة النظر في تعاملنا وتعاشر معاشرة بعضنا لبعض، البيع والشراء، الأخذ والعطاء، العبادات، المعاملات، نقيمها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الآداب، نريد إسلاما يظهر من خلال المسلمين لا من خلال الكلمات ولا الندوات ولا المحاضرات ولا الشعارات ولا الرسائل ولا المجلات، نريد إسلاما يظهر من خلال التعامل، خاصة في البلاد الإسلامية التي يكون في البلاد التي يكون فيها أقليات مسلمة، يكون الإسلام معروفا بأخلاق المسلمين وليس برسائلهم ولا بمجلاتهم ولا بمقالاتهم لكن بتعاملهم. فلذلك يحرص المسلم على أنه إذا تعامل بحذر لكي يعطي الصورة السامية الزاكية التي تظهر الإسلام بصورته الحقيقة. إذا كان هذا هو الداء وهذا هو الدواء، فإننا لن نستطيع أن نصلح أحوال المسلمين إلا بأمور، أولها اعتمادنا على الله، لا نعتمد على ذكائنا ولا على اجتهادنا ولا على يعني حسن ما يكون من بعضنا، ولكن نعتمد على الحي الذي لا حي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يتوكل العبد ويتوكل المؤمن على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده فكفى به سبحانه نصيرا ووليا. فإذا كان الداعية أو الموجه أو المربي، بل أنت أيها المسلم في بيتك في بلاد كافرة، أنت داعية، أنت داعية، بمجرد ما تقول لا إله إلا الله حملت مسؤولية عن هذه الكلمة. فنحتاج منك أن ترسم الإسلام وتبين صراطه ومنهجه بالعمل مع القول، حتى لا يكون الإنسان ممقوتا عند الله يكون قوله مخالفا لعمله. نحتاج إلى إسلام يترجم بالأفعال والأخلاق، حتى إذا رآنا أعداء الإسلام قالوا نعم هذا الدين ونعم الدين، هذا الدين ونعم الدين. أما أن نتكلم ونتشدق ونحبر الخطاب ونقيم الجماعات ونتفرق إلى جماعات متعددة وشعارات متباينة وكل منا يدعي أنه هو المسلم الحق وكل منا في معزل عن أخيه وفي معزل عن جهده، مع ما فيها من اعتوار ونقص في بعض الأمور التي ينبغي ألا يكون فيها النقص، هذا لا يليق، بل هذا يزيد الجرح اتساعا ويزيد الخرق اتساعا. أما أن نتكلم ونتشدق ونحبر الخطاب ونقيم الجماعات ونتفرق إلى جماعات متعددة والشعارات متباينة وكل منا يدعي أنه هو المسلم الحق وكل منا في معزل عن أخيه وفي معزل عن جهده، مع ما فيها من اعتوار ونقص في بعض الأمور التي ينبغي ألا يكون فيها النقص، هذا لا يليق، بل هذا يزيد الجرح اتساعا ويزيد الخرق اتساعا. ولذلك ينبغي علينا أن نعي رسالتنا. النقطة الثانية الاعتماد على الله، هذا أول شيء، ولا نعتمد على شيء سواه. الأمر الثاني نبدأ بالأهم فالأهم، نبدأ بالعقيدة، نصحح عقائد الناس، نقول للكبير والصغير والجليل والحقير قل لا إله إلا الله كلمة تحاج لك بين يدي الله، قلها واعمل بمقتضاها، ألا معبود بحق سوى الله، توحده ربا فتعلم علم اليقين أنه لم يرزقك ولم يطعمك ولم يكسك أحد سواه، وتوحده إلها بالقصد والطلب فلا تسأل أحد سواه، فلا تدعو غيره ولا ترجو سواه، ولا تخاف ولا ترهب ولا تتوكل ولا تستعين ولا تعبد إلا هو سبحانه وتعالى.
وتوحده في أسمائه وصفاته، فلا تسمع أذنك آية فيها صفة من صفات الله جل وعلا إلا أثبتها لله، وتقول آمنا بالله كما أخبر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وتثبت لله ما أثبت لنفسه. فنبدأ بهذا الأساس، نبدأ بالأهم في الأهم. أما إذا جاءنا شخص وقال نبدأ بكذا، والثاني يقول نبدأ بكذا، وهذا أبدا، نبدأ بدعوة الرسل بالإيمان والتوحيد، ثم إن صلحت عقائد الناس نبدأ بالأحكام، وبعد الأحكام نبدأ بالأخلاق. ويدل على هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ في مكة بالتوحيد وغرس في قلوب الناس الإيمان، ثم بعد ذلك دعا إلى الأحكام. لما انتقل صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة بيّن الله له الحلال والحرام وفصل له الشرائع والأحكام، ولذلك تجد السور المدنية تتسم بطول آياتها وكثرة أحكامها، لكن السور المكية بقصر الآيات والحجج الدامغات للذين كفروا عن سبيل الله فاطر الأرض والسماوات، تجدها شواهد الوحدانية، تنصب سور المكية كلها قوارع تنزيل تنزل عن الذين كفروا، تبين لهم أنه لا إله إلا الله، وتأخذ بالقلب طوعا أو كرها لكي يقول لا إله إلا الله، فتأخذ تارة لكي ينظر أمامه، وتارة لكي ينظر فوقه وتحته وعن يمينه وشماله، ثم تلفت حتى على دلائل التوحيد في نفسه وفي جسده، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكانت آيات القرآن كلها تنصب في بداية على هذا الأساس. نوصي جميع إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها أن يبدأوا بهذا الأساس، وإذا جاءت الأمة المهداة المهتدية في بلاد الكفر أو غيرها حتى من بلاد الإسلام، إذا جاءت بعقيدة صافية وفق الله وسدد وأصلح، لأن الله يحب المخلصين ويوفقهم وهو معهم ينصرهم ويؤيدهم ويربط على قلوبهم. والأمر الثاني، بعد ما نجد يعني من المسلمين من صفت عقيدته وخلصت من الشوائب بعد هذا الأصل العظيم، نبدأ ببيان الأحكام. ما يمكن نقول الإنسان صلي وهو يعبد القبر، ولا يمكن نقول الإنسان صلي وهو يستغيث في صاحب القبر، ولا يمكن نقول الإنسان صلي وهو يذبح لزيد أو عمر. لابد أول شيء نبدأ بالعقيدة، فإذا صفيت جاءت الأحكام فاعلمهم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم إلى فقرائهم. ما قال له أمرهم بالصلاة ولا الزكاة إلا بعد توحيد الإيمان. إذن هذا سبيل الرسل، هذا هو عين الحكمة والصواب. ما يمكن أن تجلس مع إنسان يعبد غير الله عز وجل وتصلي معه وأنت تعلم أنه يستغيث بغير الله ويستجير بغير الله، تتبطن وتواليه وتحس أنه كالمسلمين تغشه من نفسه، أبدا. قل له في وجهه هذا مسار غير صحيح، أخلص لله أولا، قل آمنت بالله ثم استقم. أول شيء الأساس هذا يعتنى به، يعتنى به بأمور عن طريق الدعاة، عن طريق الرسائل، الأشرطة التي تعتني بغرس العقيدة. فإذا وفق الله وخلصت العقائد جاء التوجيه في الأحكام، نبدأ بالطهار، الصلاة، كيف نتوضأ، كيف نصلي، نعرف تعرف المرأة كأحكام الحيض، أحكام الغسل من الجنابة، نقرأ فيها، نبحث عن رسائل مفيدة في هذه المسائل. بعد هذا ننتقل إلى مسائل بعد الأحكام، ننتقل للمعاملات، كيف نبيع، كيف نشتري، ما الذي أحل الله أن نأخذه، ما الذي حرم الله أن نأخذه. بعد هذا ننتقل إلى جمال الإسلام وكماله وبهائه في تلك الأخلاق العطرة والسيرة الجميلة النظرة. فإذا أردت أن ترى المسلم الجميل الكامل الفاضل فانظر إليه ذلك المسلم الذي جمع هذه الثلاث الأمور، وانظر إليه حينما تأتيه الرحمة من الله فيتخلق بأخلاق المؤمنين. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تدخل سبحان الله الإنسان إذا صفت عقيدته وكملت عبادته واستقامت معاملته ظهرت آثاره على أخلاقه، فتجد أثر ذاك الإيمان الخالص الصافي من الشوائب تظهر في التعامل. وإذا بالرحمة تدخل إلى قلب المؤمن فيبدأ سبحان الله يرحم إخوانه المؤمنين، تجد التواضع، تجد الكلام الطيب، العفة عن أذية المسلمين، تجد مسلما حقا قد سلم المسلمون من يده ولسانه.
لا يغتاب، لا ينم، لا يفشي الحديث الذي يوقع الضغينة بين المؤمنين، يحرص على أخلاق المؤمنين، يرحم من المسلمين ضعافهم ويستر بإذن الله عوراتهم، يفرج كرباتهم. الناس همهم الدنيا وهم ذلك العبد الصالح، مكروبا يفرج كربته أو مهموما ينفس بإذن الله همه، فتجده تجد أخلاق الإسلام تظهر بعد تحقيق هذه الثلاث الأمور، هذه الأمور التي هي العقيدة والأحكام، تجد بعدها الآداب. فإذا استقام القلب لله استقامت الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فنسأل الله العظيم أن يصلح الأحوال وأن يجيب لنا ولكم حسن العاقبة والمآل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير يا شيخ وبارك الله فيكم، وأسمح لي أن أنقل لكم يعني محبة إخوتي وتحياتهم في أستراليا عامة وفي مدينة سيدني خاصة، المدينة التي أتيت منها، ومن رابطة أهل السنة والجماعة في مدينة سيدني. فهم ولله الحمد وصلتهم أشرطة كثيرة ومحاضرات لكم، وقدر الله سبحانه وتعالى لنا أن نستمع إليها، وقد أفادنا الله بها ولله الحمد. وكان بعض الأخوة منهم في موسم الحج يرغبون في اللقاء بكم، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى لهم عدم اللقاء بكم، ولكن يرجون إن شاء الله في أول زيارة إلى هذه الديار لقاءكم، وأيضا يتمنون إن سمحت الظروف لكم أن تأتوا إلى زيارتهم في بلاد أستراليا، وأظن أنها بعيدة شيئا ما عن هذه الديار، ولكن إن سمحت الظروف لكم وقدر الله سبحانه وتعالى أن تزوروهم، فهناك يقام مخيم سنوي في نهاية العام الميلادي وهو شهر ديسمبر شهر 12 يعني، ومدة المخيم 5 أيام، وعادة يكون هذا المخيم خارج المدينة خارج المدن الكبرى، وتقام فيه حلقات العلم والدروس والمواعظ. وفي العام الماضي الحمد لله أكرمنا الله سبحانه وتعالى ببعض الدعاء وأتوا من مدينة الرياض، وقد أفاد الله سبحانه وتعالى بهم، وكان عدد الإخوة يعني كبير في هذا المخيم. فلو يعني سمح الله سبحانه وتعالى وقدر الله لكم في بعض الوقت يعني أن تذهبوا إلى هناك في هذا الوقت، فيكون الفائدة كبيرة لاجتماع عدد كبير من الإخوة في هذا الوقت، وجزاكم الله خيرا. أحبكم الله الذي أحببتونا من أجله وتحبون من يحبكم، ونسأل الله العظيم أن يجمعنا بكم وبهم في دار كرامته، وأن يجعل هذا الحب موجبا للفوز برضوانه وجناته، ويعلم الله حبنا لهم فيه وشوقنا إلى لقائهم على طاعة الله ومحبة الله، ونسأل الله أن يكتب ذلك، لكن نرجو أن يكون في طيب الطيبة. الغريبة أني يعني أقول هذا الله يجعله خالص لوجهه الكريم. من غرائب ما حدث أنه عرض علي قبل 10 سنوات أن أذهب لمهمة في أستراليا ونيوزيلندا، وكان فيها شيء من الدعوة، ففي الحقيقة خاصة في تلك الفترة يعني كان يعني مثل ما تقول فتن كثيرة، فبلغني يعني وجود بعض الفتن والأشياء اللي، فتركتها لله، ولازلت أذكر أنني مع أحد المشايخ الذي هو رفيقي في الرحلة قال لي أما أنت فستموت دعوتك معك، ما دمت في هذه الطريقة ستبقى دعوتك في المدينة وتموت، ويأبى الله عز وجل، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. أنا أقول هذا من باب الاعتراف بفضل الله عز وجل، وتذهب الأيام وتأتي، يعني سبحان الله عز وجل ذهبوا ودعوا، ولكن تذهب الأيام وتأتي وإذا
الإخوان وأنا لا أدري يقولون أن الأشرطة وصلت هناك ونفع الله بها، فقلت لا إله إلا الله، فأسأل الله العظيم أن يجعلها من علامات القبول، والله يجعل ذلك غرورا. والله يا إخواني إني أقول بهذه المناسبة، يعني عامل الله إنسان إذا دعا يجعل معاملة مع الله عز وجل. في الحقيقة يعني يعلم الله سروري بما بلغنا عن الإخوة والأحبة هناك، خاصة رابطة أهل السنة والجماعة، أسأل الله أن يجعلها بهذه الصفة، وأن يجعلها رباطا لأهل السنة والجماعة، وأن يثبت قلوبهم وأن يشرح صدورهم. والله أن في سرور عظيم، خاصة يعني مثل هذه الاتجاهات الطيبة التي يعني تحيي معالم الدين في بلاد الغربة، هذا شيء طيب يذكر فيشكر، ولا شك أنه ليس بغريب على الإخوة هناك في استراليا، خاصة أنهم ما شاء الله من جاليات إسلامية، يعني هنيئا لهم هذه العودة، ونهنيهم ونشد على أيديهم، ونسأل الله بعزته أن يبيض وجوههم وأن يثقل موازينهم وأن يجعلهم رسل الإسلام في تلك الديار، والله على كل شيء قدير. فلهم مني خالصة الحب والود، وأسأل الله أن يجمعنا بكم وبهم في دار كرامتي، وأبلغهم منا خالص السلام، والسلام عليكم وعليهم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ. اسمح لي أيضا أن أضيف أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا هناك ببعض النشاطات، ونتيجة بعدنا الكبير يعني عن النشاطات في هذه الديار وفي ديار المسلمين، فنكون دائما بحاجة إلى دروسكم وأشرطتكم وعلمكم، يعني نرجو منكم ترتيب مع بعض الإخوة كل فترة، يعني مثلا 3 شهور أو 6 شهور، أن ترسلوا هذا العلم سواء كان أشرطة أو محاضرات إلى تلك الديار، ويعني هناك ستكون الفائدة كبيرة نظرا لما قدر الله سبحانه وتعالى من محبة المسلمين في تلك الديار لكم وتقبلهم لعلمكم. فقد لمسنا وقد لمس الإخوة الذين ذهبوا لزيارة تلك الديار أن دروسكم عليها إقبال، والإخوة ولله الحمد يستفيدوا من هذه الدروس، فنحن نحرص يعني من هنا أن يكون في شيء من الترتيب والاستمرارية في إرسال هذه الدروس والأشرطة إلى تلك الديار، وجزاكم الله خير. أبشر إن شاء الله يكون خير، أبشر هذا واجب إن شاء الله ما يكون بخير إن شاء الله، أبشر. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11,079. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بمقطع من الشريط رقم 10,622. أيها الأحبة، وينبغي أن نعلم أن الانتماء الحق لهذا الدين لا يتعارض مع حب الأوطان ولا مع حب العربية، فحب الأوطان فطرة جبلة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مكة ولولا أنه أخرج منها ما خرج، وكذلك العربية حبها من الدين، وخدمة الأوطان من دين الإسلام أن تخدم أوطانك وأن تسعى في قوتها وعزتها ورفعتها ما دامت بلد الإسلام، وحب اللغة العربية وحب العرب كل هذا من الإيمان. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ما معناه إن الأمة مجمعة على فضل جنس العرب على غيرهم، لكن إذا كان هذا يندرج تحت الانتماء لهذا الدين، إذا كان يخدم الانتماء العام والهدف العام والإطار العام للأمة، أما إذا افترض وجود تعارض، أما إذا كان ذلك ينتقل إلى التعصب والموالاة والمعاداة في الوطن أو في العروبة فلا، ثم لا يكون ذلك من دعوة الجاهلية. أيها الأحبة، هذا الانتماء الحق للإسلام أو حقيقة الانتماء
تتجلى في أمور وتقتضي منا أمورا أجملها في النقاط التالية. أولها التمسك التام بالعقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد النقية الصافية، سواء كان ذلك في توحيد الألوهية أو في توحيد الربوبية أو في الأسماء والصفات، والاعتناء بها ودراستها وتعلمها وتعليمها ونشرها. ثم أيضا في الدخول في الإسلام كله، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم هنا هو الإسلام، أي خذوا الإسلام كاملا، فالدين حق كله وهدى كله ونور كله، وليس فيه قشر ولباب، وهذا التقسيم تقسيم مبتدع وتقسيم ضلال وتقسيم باطل، وإن قال به من قال به. ثم أيضا من ذلك تطبيق الشريعة واقعا عمليا نعيشه ونحياه، تطبيق الشريعة حقا لا دعوة، تطبيق الشريعة في كل مجالات الحياة هو المعبر عن الانتماء الحق لهذا الدين. ثم أيضا الولاء والبراء في هذا الدين، الأخوة الإيمانية والرابطة الإسلامية هي أقوى الروابط. الرابطة الإسلامية، رابطة الإيمان أيها الأحبة، هي التي جعلت الملائكة الذين يحملون العرش يستغفرون للمؤمنين، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ما الذي جعل أولئك الملائكة الكرام الذين يحملون العرش وكرمهم الله بذلك، ما الذي جعلهم يستغفرون للمؤمنين إلا هذه الرابطة، رابطة الإيمان. إذن الولاء والبراء في هذا الدين، الموالاة والمعاداة، مؤاخاة المؤمنين ومحبتهم أينما كانوا من أي لون ومن أي بلد، تحس بإحساسهم، تتألم لآلامهم، تحاول أن تعينهم بالكلمة بالمال بالعمل، ومعاداة الكافرين وإن كانوا من أبناء بلدنا ويتكلمون بألسنتنا ولهم ألوان جلدتنا. كما يقتضي ذلك أيضا الدفاع عن الحق الذي ننتمي إليه والهوية التي تميزنا عن غيرنا من الأمم. نعم، يجب أن ندافع عن هذه الهوية مما يفسدها ومما يطعن فيها ومما يكدر صفاءها ونقاءها، ومن ذلك أي من الهجوم على هويتنا وعلى انتمائنا، ومما يكدر ذلك ويفسده ويضيعه الطعن الخفي لهذا الدين بالتعريض تارة والتلميح وبالرمز والإشارة وأحيانا بالتصريح، وأحيانا يكون الهجوم بطرق ملتوية، بالهجوم على التراث، بالهجوم على كتب العلماء وتسميتها بأسماء منفرة، وهم يريدون من ذلك الطعن في هذا الدين، ومن ذلك محاولات تمييع الهوية التي تميزنا عن غيرنا، سواء كان بتوجهات عامة أو كان بأمور موجهة للفرد بمحاولة إلهائه، محاولة تضييعه، محاولة صرفه عن حمل الرسالة التي كلفه الله وشرفه بها في آن واحد. ومن ذلك أيضا تجزئة الإسلام بالأخذ ببعضه وترك بعضه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء ما يفعل ذلك إلا فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ومن ذلك أيضا تبرير الباطل وإلباسه لبوس الحق وتغليفه بما لا ينكشف معه، فإن الباطل أيها الأحبة الكرام لا يروج إلا إذا لبس بلبوس الباطل، وقد كان ذلك ديدن اليهود، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تبرير الباطل بمقالة، بكلمة، بفتوى، بغير ذلك، كما حصل من بعضهم وأفتى بحل بعض أنواع الربا في بعض البلدان. من ذلك أيضا أيها الأحبة الظهور بمظهر المدافع عن هذا الدين بادعاء العصرانية أو الفكر المستنير أو التجديد، وهم من هذا الدين براء
وبينهم وبينه كما بين المشرق والمغرب، إنما يريدون هدمه بواسطة اسمه وبواسطة انتحاله والدفاع عنه كما يزعمون. ومن ذلك أيضا، وهو من أخطر ما يكدر الهوية في نفوس الشباب، الإزدواجية التي نراها في المجتمع. انظر مثلا ما يعلمه الناس في المدارس في التعليم، ثم انظر إلى ما يرونه في الإعلام، ازدواجية وتعارض. قبل سنوات عقدت ندوة بإشراف مكتب التربية لدول الخليج العربي، عنوانها ماذا يريد التربويون من الإعلاميين. ملخص هذه الندوة شيء واحد، هو أن ما يبنيه التربويون في النهار يجب ألا يهدمه الإعلاميون في الليل. إذن الإزدواجية هذه من أخطر ما يكدر الانتماء الحق، ومن أخطر ما يكدر صفاء الهوية التي نحملها وننتمي إليها. ثم أيضا من أخطر ما يكون محاولات تكريس الانتماء لغير هذا الدين ولدعاوى الجاهلية، في مقالات، في كلمات، في مقررات، في غير ذلك. كل ذلك مما يجب أن يدافعه المؤمنون المنتمون إلى هوية الإسلام والمنتمون حقا لهذا الدين. أيها الأحبة، إننا بحاجة إلى رجل العقيدة الذي يعرف حقيقة الانتماء لهذا الدين، يعيش من أجل هذه العقيدة، ويحمل هذه الرسالة للبشرية في أنحاء الأرض، سواء رضي الناس أم سخطوا. يقول الشيخ محمد أمين المصري رحمه الله تعالى: الأمة التي يفقد أبناؤها حمل الرسالة تفقد معاني الجهاد وتفقد قيمة الحياة، وحين لا يكون للأفراد رسالة يشغل الخواء القلب وتمتد الشهوات وتستعلي الغرائز. رجل العقيدة هذا الذي يعرف حقيقة الانتماء لها هو الذي يتصف بالصفات التي تؤهله لحمل مسؤولية هذا الدين. ومن ذلك بعد صفاء العقيدة في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وبعد الاستقامة التامة